كرف جالي من كتلة محل الفرق كبيرة للرجال الوداد للجيش لبركان لي زوطخ ايكيب وداكشي وهادي ضروري غادي تلقى مشاكل كثيرة. حاولنا نديرو الماتش ديالنا كما خدمنا في سيمانة كاملة. فريق رجاء بيضاوي يعني عندو لاعبين متمرسين، عندهم لاعبين عندهم تجربة يقدروا يفاجئوك في أي لحظة. حاولنا أننا نقلوا من المساحات، كذلك مرتكبوش الأخطاء إلا بغيت تخرج بنتيجة إيجابية مع فريق بحال كفريق رجاء بيضاوي، فضروري خصك تقلل كما قلت لك من الأخطاء اللي دي شي ما يكونوش، كذلك تقليل المساحات ما بين اللاعبين. الحمد لله هادشي اللي حصل. حنا كان بإمكاننا أننا نباغتو بعض الهجمات المرتدة اللي كان بإمكان ديالنا نسجلو فيها أهداف، كما هما ممكن كان ممكن أنهم يسجلوا أهداف. كنظن يعني بالنسبة لي أنا ما كنكون إلا راضي على اللاعبين المجهود اللي قدموا اليوم باش تاخذ نقطة من فريق رجاء بيضاوي. راه ماشي شي حاجة سهلة، فريق كبير لا بالجمهور ديالو يعني دائما كيحطك تحت الضغط. الحمد لله صارت الأمور كما بغينا. حاولنا هاد جوج ماتشات الاخرين اننا خرجنا من داك لودو ديال لي موفي ريزلت اللي طحنا فيه ديال 5 ماتش متابعين، فالحمد لله. يمكن هاد النقطه هادي بالنسبه ليا من فريق رجاء بيضاوي غتعطينا واحد الحافز قوي بالنسبه لي. يعني نتمنى اللاعبين انهم يقوموا بنفس المجهود في المباراه القادمه، وتوفيق للفريق رجاء بيضاوي في المباريات القادمه. السؤال الثاني بالنسبه ليا التيره ما كندخلش فيها انا، انا ما منزومش عليه انني نهضر على التيران. يمكن حتى انا كنبغي التيران انه يكون فيه حتى نقولوا فيه المشويه باش الكره كتمشي اسرع. بالنسبه لي انا ما كنقدرش ندخل في هادشي. يمكن المباراه غدا يمكن حتى شفنا حتى العشب طالع شويه اثر على بعض اللاعبين اللي تصابوا، ولكن كما قلت لك يمكن هذا كيعيق شويه فريق الرجاء بيضاوي واللاعبين ديال فريق الرجاء الودادي البيضاوي اللي مولفين على ان العشب كيكون نازل شويه، ولكن كان العشب علينا وعليهم اليوم. بالنسبه صحيح كما قلت جي حنا مشينا في واحد السلسله ديال الهزائم، وكما شاف الجميع فكنظن كاينين بعض الهزائم اللي ما نستحقوهاش. عندنا مشكل في النجاعه الهجوميه، يمكن بعض المباريات كان بامكان اننا بدينا نكونوا حنافيين فيهم، ولكن عندنا مشكل ديال النجاعه الهجوميه كنشتغلوا عليه كثير. يمكن اللاعبين اللي موجودين ما عندهمش ليكسبيريونس كبيره او ما كانوش كيلعبوا وقت كثير مع الفرق ديالهم، كنحاولوا نشتغلوا بزاف ولكن مازال عندنا هذا المشكل هذا. فكنظن كما قلت لك يعني لا نقطه مع المحمديه عطنا واحد المعنويات شويه مرتفعه اننا خرجنا من ذوك السلسله ديال الهزائم. نقطه كما قلت لك من فريق كبير كفريق الرجاء بيضاوي، فالا الا ما نكون راضي على اللاعبين. وان شاء الله عندنا التوقف نحاول ان شاء الله ان نرجعوا للسكه ديال الانتصارات. بالنسبه كما قلتي ما واش هاد النتيجه ديال اليوم واش غنكونوا حنا زعما تعطينا دافع قوي اننا باش نحققوا نتيجه ايجابيه ولا غنرجعوا للسلسله ديال الهزائم مره اخرى. لا شوف سافري كتكون واحد شويه ملي كتلعب ضد فرق كبيره بحال الرجاء بحال الوداد بحال الجيش كما قلت لك بحال بركان اللي عندهم ديزيريمون اللي جابوا ديزيريمون اللي مزيانين، فضروري هاد الفرق هذه اللي كانت كتنافس في السنوات الاخيره على البطوله كذلك على عصفه الابطال على كاس كاف، فضروري اللاعبين كيكون عندهم واحد الحافز اكثر باش يبرزوا يعني يبينوا الوجه الحقيقي ديالهم، خصوصا مع ملي كتحضر الجماهير. غير نقطة واحدة، شوف حنا ما عندناش مشكل يكون الجمهور، حنا أصلا ما كيكونش عندنا الجمهور كنعانيو، حنا ما نكرهوش حنايا كاع الفرق اللي لعبوا في التيران ديالهم كيكون الجمهور حتى ذاك المنتوج الكروي اللي غادي يتسوقوا لبرا يكون في المستوى الكبير. يعني ما عندناش حنا بلي بار ديال لي جور اللي عندي يعني اللي عندنا لعبوا في بريمير ديفيزيون ولعبوا في راقي في دوزيام ديفيزيون، ما عندهمش اشكال ديال الجمهور. صحيح كما قلت يعني كان دافع قوي اننا باش نحققوا ديك النتيجه ايجابيه. ان شاء الله كما قلت يعني نقطه مهمه بالنسبه لنا تعطينا دافع قوي اننا نرجعوا لسكه الانتصارات ان شاء الله في المباريات القادمه. وكنعاود نقولها راه كاينين بعض المباريات اللي رجعت الشريط ديال المباريات اللي نهزمنا فيها، وراه ما كاين بعض المباريات راه ما استحقوش نهزموا فيها، ولكن كره القدم هي هذه يعني
درنا اخطاء كثيره بزاف، عطينا لي كادو بزاف في بعض المباريات، ضيعنا فرص من بعد منا كان اونكيسيو. يعني كما قلت لك يعني ان شاء الله نقطه اليوم تعطي اللاعبين دافع معنوي قوي في المباراه.